هناك ظاهرة في أكواز الذرة تلون غير طبيعي لبعض الحبات. باربارا ماكلينتوك أحد علماء الوراثة حاولت إن هي تحل هذه المشكلة أو تعرف ما وراء هذه الظاهرة. الخلايا بتاعت حبة الذرة لما بتشوفها تحت الميكروسكوب الكروموزومات بتاعتها بتظهر عليها تكسرات وأشكال مشوهة وحالات شاذة الشكل. كل كوز فيه عدة مئات من الحبات، كل منها نتيجة لإخصاب مستقل. وصف المشكلة: وصفت ماكلينتوك الشكل التفصيلي للذرة الطبيعي والمتغير، وهذا العمل كان ضروريا وشرطا لاكتشاف العناصر الجينية المتحركة. أول تلك العناصر عرفته ماكلينتوك على كروموزوم رقم 9 في الذرة، حيث سبب تكسر كروموزوم انقسم الكروموزوم لجزيئين. هذا العنصر سمي دي اس ديسوشيتد، حيث انه كلما تحرك على طول الكروموزوم التاسع تسبب في تكسرات وتعطل للجينات المجاوره. ماكلينتوك اشارت للعناصر المتحركه بي دي اس او ديسوشيتد درست ماكلينتوك العلاقة بين التلون والتغيرات في الكروموزومات. التغير في اللون للحبات، التغير في اللون كان موازي لتحرك أو تغير مواضع العملة التركيبية بداخل أو بين الكروموزومات. التغير بيؤدي إلى تعطل الجينات المجاورة. استخدمت ماكلينتوك تسمية العوامل المنظمة أو Controlling Element لتوصيف الكروموزومات المتحركة. هنا بيحصل غياب للون او عملية تبرقش للون باشكال مختلفة. ماكلينتوك اختبرت تركيب الكروموزومات واظهرت التي اظهرت تغير لوني. بتحديد النتائج ارتباطات الجينات استطاعت تحدد مواضع الجينات، نوع النشا، خزن البروتين، الصبغة من ضمن 10 ازواج من الكروموزومات في الذرة. الزوج التاسع هو اللي لفت انتباهها، وهو الموضع هو المهم وموضع الاهتمام. اهتمت بدراسته. عرفت الانواع المختلفة للدي اس، بعضها يسبب تعطل كامل للجين بينما الاخر يحدث تعطل جزئي للجين. بعضها تنتج اشارات مبكرة اثناء نمو الحبات، بينما غيرها ينتج اشارات في نهاية النمو. سموها الجينات المتحركة، هي مناطق من عدم الاستقرار الجيني على الكروموزومات. في هذه الظاهرة تبين أن ما يحدث هو تحرك عناصر من الكروموزومات لكروموزوم آخر، تعمل كأنها جينات طبيعية في عملية الارتباط الجيني. بيتحرك كروموزوم عوامل من كروموزوم لكروموزوم آخر، وبتعمل هذه العناصر المنظمة كأنها جينات طبيعية في عملية الارتباط الجيني، وممكن تتواجد في مناطق كروموزوم خاصة عندما تتحرك على طول أو بين الكروموزومات. سمتها الترانسبوزون. الترانسبوزون العناصر المنظمة لها حالات مختلفة، يمكن تكون جزء من أنظمة تتكون من نوعين أو أكثر من عناصر، يمكن أن تتواجد مستقلة، يمكن أن تكون بعض العناصر مبرمجة لجينات مجاورة. أهمية الكشف: أعطى صورة ديناميكية عن تركيب الجينات ووظيفتها، وكيف يقفز جين مقاوم للمضاد الحيوي من كروموزوم بكتيري إلى بلازميد مستخدم الترانسبزوم. البلازميد R يمكن أن تأخذه البكتيريا حساسة للمضاد الحيوي ثم تصبح مقاومة للمضاد الحيوي. ظهرت هذه الظاهرة في البكتيريا، وظهر أنها تلعب دور في نقل المقاومة
للمضادات الحيوية. الجين بيقفز من بكتيريا لبكتيريا، والبكتيريات كلها تبقى واخدة ريزيستنس أو مقاومة من المضاد الحيوي. تراكمت البراهين أن تغير الموضع للجينات أو الجين غير المكتمل سبب في تحول الخلايا الطبيعية لخلية سرطانية، والجينات التي تنظم نمو الخلية وجد أنها تغير مواضعها من كروموسوم لآخر. في دروسوفلا تظهر الحبات رقع ملونة مختلفة الألوان، بيعكس الهشاشة في أماكن الكروموسومات، ويجعل الجينات المسؤولة عن التلون تطفر أسهل من الجينات الأخرى. هي الخلايا المتولدة عنها تتكاثر وتنقسم وتحدث الجينات الطافئة. ده في الدروسوفلا. أيضا عناصر متحركة وجدت في البكتيريوفاج، الفيروس الذي يعدي البكتيريا. في التربانزوم، الطفيل المسبب للنوم، عناصر متحركة تغير في الجزيئات وتجعل ممكن للطفيل أن يغزو العائل. في عشر السفلى كثير من العناصر المتحركة حددت وظهرت أنها على صلة وثيقة بالجينات المسببة للسرطان. الارتباط بين العناصر الجينية المتحركة وفيروسات الريترو مهمة بالنسبة لخلايا الإنسان والحيوان. الريترو بيسبب سرطانات. Oncogenic viruses.